ريحة تاع الدجاج، رانا في الليل تبات قاعد في الريحة معنا في الدار الداخل، نفطروا ولادنا تاني من الكراج تاع الدجاج هاي المدرسة لهنا تاني، ولادنا يقراو فيها الريحة الداخل مديرة حالة، حنا نطلبوا من السلطات العليا تاع ولاية طارف ندخل في أقرب وقت. ريحة بعد تاع الكراج تاع الدجاج هذه والله دارت فينا حالة، دارت مشكلة كبيرة ياسر يعني، سيرتو في الليل، ولادنا والله ما يرقدوا، ولاو كل بالحساسية. رهج ولادنا رانا نعانيو في الليل ما نرقدو في النهار ما نقعدو ما تلقى مهم الريحه لا يطرحش ارواح اخويا اي سلطه تجي لهنا تشم الريحه هذه ويقدروا يعيشوا فيها اولادهم ولا يعيشوا فيها هما هكاك انا عايشين فيها نحنا رانا في غلبه اخويا ذري مرضت مساكن صغار كاين اللي يضربها من التوفيس من الزباله لهنا في حاله البراج ما هو مجرب ذري قاعده تموت اول خطره نشوف النهار جات هنا طليتوا علينا. اولا اني بعيد على السكان اكثر من حوالي 300 متر. والقانون يقول لك 100 متر فقط. ثانيا اذا يعني حابين يشكوا للاداره يعني مشني ضد الناس هذوما باش نضرهم ولا تاذيهم الريحه تاعي. انا عندي كراج شاربونت ميتاليك. اذا كان الدوله تتخذ مبادره من عندها هي باش لصالح المواطنين هذا من يشكيو تجي تتحمل المسؤولية تاع تغيير المجهنة بكل ما تتطلع يعني بالطريق بالضوء بالماء